أعجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي، أهلا بكم. استقبل الملك محمد السادس يوم أمس بالإقامة الملكية بواشنطن كاتب الدولة الأمريكي جون كيري وكاتب الدولة في الدفاع تشاك هاجل، وتمحورت مباحثات الملك مع المسؤولين الأمريكيين حول تعزيز علاقة الصداقة العريقة والتعاون المثمر بين البلدين، وكذا مواصلة تنسيق التشاور حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في أخبار الحوادث، لقي شخصان مصرعهما بعد أن كانا على متن درجة نارية بمنطقة أمسكرو دواحي أكادير صباح اليوم، وذلك على إثر اصطدام قوي مع سيارة خفيفة. الإشعار بالواقعة أعقبه فتح تحقيق قضائي، فيما تم نقل المتوفيين صوب مستودع الجثامين بمستشفى أكادير. عثر في وقت مبكر من صباح أمس على جثة بجانب طريق رابطة بين خميس ممرة وجماعة ثانية برقيقة، حيث تم العثور عليها من طرف بعض المارة قرب دوار ولاد بوزيد. وحسب شهود عيان فالجثة لا تحمل أي إصابات، ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون لإحدى المتشردات، هذا في الوقت الذي فتحت فيه عناصر الدرك الملكي تحقيقا لمعرفة ملابسات وظروف هذه الوفاة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمنطقة. في الخبر الدولي، لقي 30 شخصا حثمهم وأصيب 24 آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبيا في ناحية السعيدية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. مصدر أمني أوضح أن هذا التفجير يأتي بعد يوم من سلسلة هجمات ضربت العراق، بينها تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد خلفت 59 قتيلا وحوالي 100 جريحا. ختاما، بدأت في جنيف اليوم اجتماعات اليوم الثاني لمباحثات 5+1 التي تتفاوض فيها الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا مع إيران حول برنامجها النووي. وأقل مايكل مان المتحدث باسم ممثلة السياسة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون إن المباحثات ستناقش ما توصل إليه في 9 شهر نوفمبر الجاري خلال الجولة السابقة، والمباو من اتفاق مرحلي مدته 6 أشهر ينص على الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وبهذا نكون وصلنا وإياكم لنهاية الموجز، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.